60، وبعدين كل شويه يطلع لك حد يعني ايه يطلعوا لك حاجه زي عفريت العلبه، زي موضوع مثلا اشرف مروان على سبيل المثال، قال لك ده كان عميل اسرائيلي وعمل لنا وقال لنا وسولنا وحكايه، وعملوا فيلم او مسلسل رديء جدا على شبكه نتفليكس، ودي شبكه امريكيه بتنتج افلام ومسلسلات وبتتذاع على مستوى العالم، ويعني فيلم فنيا رديء او يعني مش قوي، وعملوا منه مسلسل وحدوته كبيره من اجل فقط تشويه نصر اكتوبر، حتى كانوا مسميين مش عارف مسميين العميل الملاك او حاجه كده اللي هو القديس مش فاكر، على اشرف مروان. وانا كان نفسي انه اسره اشرف مروان ترد على هذا الكلام، وايضا الاجهزه المعنيه ترد على هذا الكلام ويقولوا الحقيقه، خصوصا انه السادات يعني كان قرب منه جدا اشرف مروان وخلاه مستشاره ومدير مكتبه، ثم مبارك يعني دافع عن اشرف مروان وقال انه ادى دور وطني عظيم للوطن في هذا التوقيت بالتحديد. يمكن منذ ايام شفنا اسرائيل بتشوه هذا النصر ومن خلال قصه اشرف مروان. النهارده نتنياهو انه يقول بقى الكلام ده، فداوى شهد شهيد من اهلها، قال ايه؟ وده نزل في الصحف الاسرائيليه منذ امس.